موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. اللواء الثامن التابع لقوات الأسد في درعا يدخل إلى بلدة إبطع ويعتقل كل من أحمد لنصيرات وهيثم القطيفان وسط إطلاق نار متبادل بين الطرفين وفق شبكة درعا 24. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 8 عناصر من وحدات حماية الشعب يوبيجي في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا. مظاهرة شعبية في مدينة بنش شرق إدلب تهتف ضد الجولاني وتطالب بالإفراج عن المعتقلين من سجون الأمن العام. سلطة الأسد تفرج عن عدد من العائلات التي أوقفتها على حاجز جسر بغداد قرب منطقة القطيفة بريف دمشق عقب عودتهم من الشمال السوري بحسب مصدر خاص لحلب اليوم. أهالي السويداء يواصلون احتجاجاتهم ضد سلطة الأسد للمطالبة بتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية. الولايات المتحدة ترفض إفلات سلطة الأسد من المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبتها في سوريا، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيماوية، مواصلة العمل لتعزيز المساءلة على استخدامه.